بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرة الجغرافيا المناخية والحيوية. محاضرة النهاردة هي المحاضرة الخامسة اللي هنتكلم فيها عن الضغط الجوي والرياح. من المعروف إن الضغط الجوي عنصر مهم من العناصر المناخية أو من عناصر المناخ اللي بتأثر تأثير كبير على سطح الأرض، وأهم عنصر من عناصر المناخ اللي بتأثر على الضغط الجوي هي درجة الحرارة. عايز أقول لكم إن هو بالرغم من الارتباط الكبير جدا ما بين عناصر المناخ، يعني عناصر المناخ سواء درجة حرارة أو رياح أو ضغط جوي أو رطوبة نسبية أو أشعة شمسي أو غيرها من عناصر المناخ المختلفة، لا تعمل منفردة، ولكن جميع عناصر المناخ لها ارتباط كبير بينها وبين بعض. بالعكس، إن في بعض من عناصر المناخ بتؤثر تأثير مباشر على العناصر الأخرى، زي ما احنا هنتكلم دلوقتي على الضغط الجوي. درجة الحرارة عنصر من العناصر المناخية اللي لها تأثير كبير جدا على الضغط الجوي. إزاي؟ من خلال العلاقة العكسية اللي موجودة ما بين درجات الحرارة والضغط الجوي، حيث أن ارتفاع درجات الحرارة الكبير يؤدي إلى وجود ضغط جوي منخفض، وانخفاض درجات الحرارة الملحوظ يؤدي إلى وجود ضغط جوي مرتفع. وده ازاي او ايه الآلية اللي بتحصل في كده؟ ارتفاع درجات الحرارة بيؤدي إلى تسخين الهواء الموجود في طبقات الجو. الارتفاع في درجات حرارة الهواء بيؤدي إلى انه وزنه يخف ويبتدي يصعد إلى طبقات الجو العليا، وبتقل كثافته، فيحدث ان يتكون نوع من انواع الضغوط الجوية او الضغط الجوي المنخفض. هذا الضغط الجوي المنخفض يبدأ في سحب الرياح إليه. هذه الرياح بتعمل على دفع السحب المحملة بكميات كبيرة من الأمطار. يبقى إذا هناك ارتباط كبير وتأثير كبير لدرجة الحرارة على الضغط الجوي، اللي بيكون بينهم وبين بعض علاقة عكسية، وأيضا في علاقة كبيرة جدا ما بين عناصر الجو الضغط العناصر المناخ المختلفة مع بعضها البعض. وده اللي احنا هنشوفه من خلال محاضرتنا اللي جاية ان شاء الله. يبقى قلنا ارتفاع درجات الحرارة الكبيرة جدا بيؤدي الى وجود ضغط جوي منخفض، بينما انخفاض درجات الحرارة يؤدي الى وجود ضغط جوي مرتفع، وعرفنا ان العلاقة بينهم علاقة عكسية. النهاردة ان شاء الله لما هنتكلم في المحاضرة هناخد اولا الضغط الجوي، هنعرف هو ايه الضغط الجوي واهم الاجهزه اللي بتعمل على قياس وتسجيل الضغط الجوي، وهنتكلم على اهم العوامل التي تؤثر على الضغط الجوي. قلنا ان اهم عامل من العوامل دي هو درجه الحراره. هنتكلم برضو على اهم النطاقات الرئيسيه للضغط الجوي في العالم. الجزء الثاني من المحاضره هنتكلم فيه عن الرياح، هنتعرف على مصطلح الرياح او تعريف الرياح او مفهوم الرياح. هناخد اهم اجهزة قياس سرعة الرياح، هنتكلم على اجهزة تحديد اتجاه الرياح، هنتكلم على الحركة الرأسية والحركة الافقية للهواء، واهم انواع الرياح او في العالم، اهم انواع الرياح او تقسيمات الرياح في العالم. وده احنا ربطنا ما بين الضغط الجوي والرياح لان الضغط الجوي ليه تأثير كبير على الرياح، لان الضغط الجوي المنخفض زي ما قلت لحضراتكم هو اللي بيعمل على جذب وسحب تيارات الرياح وتيارات الهواء اليه، سواء عن طريق السحب الافقي او السحب الرأسي. وده اللي احنا هنتناوله ان شاء الله بالشرح. اول ايه هو الضغط الجوي؟ الضغط الجوي هو عبارة عن وزن الهواء المتمثل فوق نقطة حتى نهاية الأطراف العليا للغلاف الجوي. يبقى وزن عمود الهواء، قوة وزن عمود من الهواء موجود على سطح الغلاف الجوي. يبقى هو ده تعريف الضغط الجوي، هو قوة أي نقطة ما من سطح الأرض، قوة أي نقطة ما من سطح الأرض، أو وزن عمود الهواء المتمثل فوق هذه النقطة. يعني في نقطة معينة من سطح الأرض،
وزن أو حساب وزن عمود من الهواء فوق نقطة من نقاط الأرض، ده هو عبارة عن ده قياس وزن عمود الهواء المتمثل فوق نقطة أو المتمركز فوق نقطة من نقاط الأرض. بقدر العلماء وزن عمود الهواء الرأسي للغلاف الجوي فوق مساحة محددة قدرها بوصة مربعة بنحو 14 رطل. لكم أن تتخيلوا إن الضغط الجوي وزنه فوق منطقة أو مساحة صغيرة قدرها 14 بوصة، عمود فوق عمود من الضغط الجوي فوق مساحة قدرها بوصة مربعة حوالي 14 رطل، ويعادل هذا الوزن عند سطح البحر. عمود من الزئبق ارتفاعه 76 سنتي. طيب في أجهزة لقياس وتسجيل الضغط، طبعا في مجموعة من الأجهزة الكبيرة اللي نقدر نقيس بيها الضغط الجوي، من أمثلتها البارومتر الزئبقي وهو اخترعه تورشيلي في عام 1643. في أحيانا برضو بنسميه ببارومتر تورشيلي، هو عبارة عن أنبوبة زجاجية طولها حوالي 3 أقدام بنملاها بالزئبق، ثم بعد كده بيتم قلبها رأسا على عقب، وتوضع الفتحة بتاعتها في إناء مملوء بالزئبق، وبعد كده يتدفق الزئبق من الأنبوبة دي في الإناء، ويصبح ارتفاع الزئبق في الأنبوبة معبرا عن قوة الضغط الساقط على سطح الزئبق في الإناء. إذا زاد الضغط ارتفع الزئبق في الأنبوبة بقدر ارتفاع الضغط الجوي. يبقى احنا لو نلاحظ ان في ضغط جو هنا، ادي الانبوبه ومقلوبه راسا على عقب، وادي الزئبق الموجود. الضغط الجوي ده الحاصل على الجنبين، ارتفاع الضغط الجوي عليها بيرفع الزئبق لفوق. يبقى الزئبق بنحط عباره عن انبوبه زجاجيه طولها حوالي 3 اقدام، دي الانبوبه ارتفاع حوالي 3 اقدام، بيتم ملئها بالزئبق وتقلب رأسا على عقب، وتوضع فتحتها في أنبوب مملوء بالزئبق، وبذلك يتدفق الزئبق من الأنبوب إلى الإناء، ويصبح ارتفاع الزئبق في الأنبوبة معبرا عن قوة الضغط الساقط على سطح الزئبق في الإناء. إذا زاد الضغط في الإناء بيزداد مع الزئبق في الأنبوبة، والعكس انخفاض الضغط بيؤدي إلى انخفاض الزئبق في الأنبوب. النوع الثاني أو الجهاز الثاني هو اسمه الباروجراف، والباروجراف ده عبارة عن صندوق لو تلاحظوا أعلاه وأسفله مصنوع من الخشب، أدي فوق خشب وهنا من تحت خشب، وجوانبه مصنوعة من الزجاج، الجوانب اليمين وجوانب الشمال مصنوعة من الزجاج، وفيها عدة أقراص معدنية، ده قرص معدني وده قرص معدني وقرص معدني، مفرغة وحساسة للضغط الجوي، متصلة بريشة، الريشة دي ريشة رسم، هذه دي ريشة الرسم، ملاسمة لأسطوانة ملفوفة، دي الأسطوانة البيضة دي الملفوفة، عليها ورق بياني، ده الورق البيان الأبيض، الورق ده مقسم لوحدات الضغط، إذا زاد الضغط ارتفع الخط الذي يرسمه، يعني لو ارتفع الضغط الخط بيرتفع. الذي يرسمه خط سن الريش على الورق الملفوف حول الأسطوانة مسجلا مقدار ضغط الجو، والعكس صحيح، في حالة انخفاض بينخفض الخط فبيرسم ضغط منخفض. هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على الضغط الجوي، أولها درجة الحرارة، وإحنا اتكلمنا قبل كده بالتفصيل عن دور درجة الحرارة كبير جدا جدا في تأثير على الضغط الجوي، وقلنا بيتناسب الضغط الجوي بتناسب عكسي مع درجة الحرارة. العلاقة يا جماعة ما بين الحرارة والضغط الجوي علاقة عكسية، وممكن يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك ده علامة صح أو علامة غلط. العلاقة ما بين درجة الحرارة والضغط الجوي علاقة طردية، يعني إيجابية، تبقى الإجابة خطأ، لأن الإجابة هي إن يتناسب الضغط الجوي مع درجة الحرارة
تناسبا عكسيا وليس طرديا. العلاقة العكسية، ارتفاع درجة الحرارة بيؤدي إلى انخفاض الضغط الجوي، وانخفاض درجة الحرارة يؤدي إلى ارتفاع الضغط الجوي. كلما ارتفعت درجة الحرارة بيعمل على تمدد الهواء، تمدد الهواء بيخف وزنه وبيزداد تخلخله وبتقل كثافته وبينقص ضغطه، والعكس صحيح. درجة الحرارة كلما بتزيد كلما بتقل درجة الحرارة بيعمل ذلك على ضغط الهواء، وزنه بيزداد وكثافته بتزداد وزنه بيزيد، وده بيؤدي إلى ارتفاع ضغط الهواء. عشان كده درجة الحرارة بتعتبر أهم عامل من العوامل اللي بتتحكم في توزيع الضغط الجوي على سطح الكرة الأرضية. بخار الماء برضو من العوامل المؤثرة على الضغط الجوي. بخار الماء معروف إن هو أخف من الهواء في الطبقات السفلى من الجو. الضغط الجوي بيميل إلى الانخفاض كلما زادت كمية بخار الماء في الهواء. برضو بتوجد علاقة عكسية ما بين الضغط الجوي وبخار الماء. زيادة بخار الماء يعمل على وجود ضغط جوي منخفض، انخفاض بخار الماء يؤدي إلى وجود ضغط جوي مرتفع. الارتفاع عن مستوى سطح البحر، الضغط الجوي بيقل مع الارتفاع عن سطح البحر. ليه؟ لأن طبقات الجو العليا بتكون ذات درجات حرارة منخفضة، وبالتالي بيزيد وزن الهواء وبتزيد كثافته، وبالتالي بيتحول الضغط الجوي من ضغط جوي منخفض إلى ضغط جوي مرتفع. ليه؟ لانخفاض درجات الحرارة. الارتفاع عن مستوى سطح البحر، احنا قبل كده عرفنا إن في ان علاقة كبيرة ما بين التضاريس ودرجات الحرارة. كل ما ارتفعنا بمقدار 150 متر بتنخفض درجة الحرارة درجة مئوية، وقلنا ان في علاقة عكسية ما بين درجة الحرارة والمنخفضات الجوية. درجة الحرارة فوق المخفض فوق المرتفعات فوق المرتفعات والتضاريس بتنخفض، يبقى بيحصل عندنا ايه؟ ضغط جوي مرتفع، لان انخفاض درجة الحرارة يؤدي الى ايه؟ وجود ضغط جوي مرتفع، والعكس صحيح. دي طبعا النقاط الرئيسية الموجودة للضغط الجوي في العالم في فصل الشتاء، وطبعا المقياس بتاعنا بيوضح الارتفاعات الجوية وتوزيعها، إذا كان ضغط جوي مرتفع وضغط جوي مرتفع على المحيط الأطلسي والمناطق دي، وفي ضغط جوي منخفض في العروض الشمالية والعروض الجنوبية، في حين ارتفاع الضغط المرتفع في أماكن مختلفة من العالم. نطاقات العروض المنخفضة، يعني لو رجعنا لدي للصورة دي، في مجموعة من نطاقات الجو المنخفضة موجودة هنا في أفريقيا، في أمريكا، في أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية، وفي برضو في أجزاء من آسيا، وفي أجزاء من شمال شرق الكرة الأرضية، وفي في المناطق الشمالية، يعني في العروض تعتبر القطبية، في مناطق من الضغط المنخفض هنتناولها بالشرح. بس أنا حابب إن أنتم تبصوا على الخريطة دي عشان لما نقول أماكن الضغط المنخفضة وأماكن الضغط المرتفعة يبقى في ربط ما بين الخريطة وما بين الشرح النظري. نطاقات الضغط المنخفضة، نطاقات الضغط المنخفضة عند الدائرة الاستوائية. هذه الدائرة الاستوائية أهي، هنا في نطاق ضغط مخفض موجود فيه. لا شكر لله. وأيضا في نطاق ضغط مخفض قرب الدائرتين القطبيتين. أدي القد المنخفضة، هذا المنخفضة هنا الدائرة القطبية الشمالية والدائرة القطبية الجنوبية. النطاقات اللي باللون الأحمر دي يعتبر، او اللون الزاري، هي نطاقات الضغط المنخفضه. في عندنا نطاقات ضغط مرتفعه، نطاقان يمتدان في نصف الكره الشمالي والجنوبي بين دائرتي عرض 30 و35 اللي هي بنسميها عروض الخيل. وفي نطاقان يتركزان حول القطبين في المناطق التي يغطيها الجليد طوال العام. يبقى نطاقات الضغط المنخفضة بترتبط ارتباط كلي بارتفاع درجات الحرارة عند الدائرة الاستوائية. ارتفاع درجات الحرارة عند الدائرة الاستوائية يؤدي إلى وجود ضغط منخفض، وقلنا العلاقة علاقة عكسية ما بين ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض درجات الحرارة.
بينما في الضغط المرتفع بيوجد في نصف الكرة الشمالي ونصف الكرة الجنوبي، وده سبب الرئيسي انخفاض درجات الحرارة. الجزء الثاني من محاضرتنا هنتكلم فيه عن الرياح، والرياح هي عبارة عن كتلة من الهواء المتحرك في الغلاف الغازي. الرياح بتتحرك دايما من مناطق الضغط الجوي المرتفع اللي بنسميها مناطق طاردة للرياح، نحو مناطق الضغط الجوي المنخفضة اللي بنسميها مناطق جاذبة للرياح. زي ما قلنا، مناطق الضغط الجوي المرتفع تعتبر مناطق طاردة للرياح، بينما تعتبر مناطق الضغط الجوي مناطق جاذبة للرياح. وده ممكن يجي سؤال يقول لك اختار ما بين القوسين، تعتبر مناطق الضغط الجوي المرتفع مناطق طاردة جاذبة، طاردة جاذبة، جميع ما سبق. الضغط الجوي المرتفع تعتبر مناطق طاردة للرياح. اختار ما بين القوسين، تعتبر مناطق الضغط الجوي المنخفض مناطق جاذبة للرياح، طاردة للرياح، طاردة وجاذبة للرياح، جميع ما سبق. طبعا مناطق الجو المنخفض تعتبر مناطق جاذبة للرياح. طيب، هل الرياح دي ليها أجهزة بنقيس بيها سرعة الرياح؟ أكيد في جهاز بيسمى الأنوميتر، وده يعتبر أشهر نوع من الأنواع اللي بتقيس أجهزة سرعة الرياح أو أجهزة الرياح، وبيسمى أنوميتر روبنسون. وهو المخترع بتاعه، الناس نسبة للمخترع بتاعه اللي هو روبنسون. وهو عبارة عن عمود مثبت فيه عدد من أنصاف الدوائر، يعني هنا مثبت فيه مجموعة من أنصاف الدوائر المعدنية أو طاسات معدنية، ده نصف دائرة يعني، بس هو واضح إن هي دائرة بس نصف داخلي، متصل بعمود يشبه عداد السيارة. وعندما تدور الرياح تدور الأجزاء المعدنية بفعل الرياح، في مجموعة من القراءات بتسجل هنا في فترة ما بإيجاد الفرق بين، وتستخرج سرعة الرياح في فترة بإيجاد الفرق بين القراءات العداد عند بداية هذه الفترة ونهايتها. في جهاز تاني اسمه أجهزة تحديد اتجاه الرياح، ده أجهزة الأولانية هي يعتبر أجهزة قياس للسرعة، أما التانية فهي عبارة عن أجهزة تحديد أو تسمى بدوارة الرياح. هو عبارة عن جهاز مزروع، يعني هو عبارة عن جهاز عبارة عن ذراع من حديد على شكل سهم اللي هو ده، يرتكز على عمود رأسي، والعمود ده يدور مع السهم بسهولة، يعني هما الاتنين ده هنا في منطقة ارتكاز حرة بتدور بسهولة. عليه مجموعة من الأسهم أو الاتجاهات اللي بتشير للاتجاهات، بمجرد الرياح ما تبتدي تصطدم بالاتجاهات دي بيبقى في اتجاه اساسي ليهم اللي العمود الرأسي او العمود الاساسي الافقي ده بيتجه ناحية الاتجاه السائد في المنطقة. الحركات الرأسية للهواء، يعني دورة الهواء بتبين تحركات الهواء إذا كانت تيارات رأسية إلى أعلى في مناطق الضغط الجوي اللي ليها علاقة وثيقة بالدورة الهوائية العامة في الدائرتين القطبتين، وإلى أسفل في نطاق الضغط المنخفض والأسفل في نطاق الضغط المرتفع من عروض الخيل الشمالية والجنوبية. السبب في كده لصعود الهواء في المناطق الاستوائية هو ارتفاع درجات الحرارة، يعني الهواء ليه حركة بيطلق عليها الحركة الرأسية. الحركة الرأسية دي السبب الأساسي فيها هو درجة الحرارة. درجة الحرارة بتؤدي إلى تسخين الهواء في المناطق الاستوائية أو المناطق المدارية، فبالتالي بتؤدي إلى صعود الهواء إلى أعلى فيما يسمى بالحركات الرأسية الهوائية. طيب، هناك العديد من الأسباب للحركات الرأسية للتيارات الهوائية، منها أولا وجود مرتفعات أو أي عقبات تعترض حركة الهواء فتؤدي إلى ارتفاعه وهبوط، يعني الرياح بتمشي في اتجاه أفقي وسرعان ما تصطدم بمجموعة من المرتفعات اللي هي سواء سلسلة جبال أو هضاب أو أي عقبات تعترض حركتها، بتؤدي إلى ارتفاع تيارات الهواء إلى أعلى تفاديا لتلك العقبات وسرعان ما تنخفض مرة أخرى في الناحية الأخرى.
في جبهتين احيانا، في عامل تاني من عوامل مؤثره في التيارات الهوائيه، ان في كتلتين احدهما بارده واحدهما دافئه، في الاختلاف في الكثافه بيؤدي الى صعود الهواء صعودا وهبوطا. في برضو عامل تاني واساسي هو اختلاف درجه الحراره بين اماكن متجاوره اثناء النهار في فصل الصيف، احيانا كتيره يجاور اليابس، ممكن اليابس فيه تبقى جنب منه مسطحات مائيه او صحراء او اراضي زراعيه او غيرها، تختلف درجه حراره الهواء في كل منهما، يؤدي ذلك لوجود تيارات هوائيه لا تختلف طبعا عن تيارات الحمل الحراريه اللي هي بتؤدي الى صعود وهبوط الهواء. الحركات الافقيه للهواء هو عباره عن الحركه الافقيه اللي بتمشي فيها الرياح على سطح الارض بطريقه افقيه، او ما يعرف بالرياح السطحيه، او بطاقات الجو العليا فيما يعرف بالرياح العليا. حركه الهواء الافقيه دي بتتوقف على عاملين اساسيين. العامل الاول هو عامل حراري، يعني يقصد بايه اختلاف توزيع الحراره بين الدائره الاستوائيه والقطبين، سواء القطب الشمالي او القطب الجنوبي، وبينشا عنها الهواء الطولي او ما يسمى بالهواء الافقي في النصف الشمالي والجنوبي من الكره الارضيه. يبقى العامل الحراري عامل مهم جدا في حركه الهواء الافقي. في عامل تاني اللي هو العامل الميكانيكي، واللي بيقصد بإيه؟ يقصد بيه القوى التي تنشأ عن دوران الكرة الأرضية حول محورها. الأرض لما بتلف حول محورها من الشرق للغرب، نقص هذا الدوران تدريجيا من الدائرة الاستوائية عند حتى القطبين، النقص التدريجي في الحركة ده بينشأ عنه تحرك الهواء في الاتجاه العرضي شرقا وغربا على الكرة الأرضية. يبقى اختلاف سرعة الحرارة اللي سرعة الكرة الأرضية حول محورها يؤدي إلى تحرك الهواء يمينا ويسارا نحو الشمال، القطبين الشمالي والقطبين الجنوبي. اختلاف درجة الحرارة قلنا برضو في أماكن مجاورة، ده عامل مهم من عوامل الحركة الهواء الأفقي. أنواع الرياح في العالم، في مجموعة من الرياح، الرياح الدائمة المنتظمة، ودي بتشمل ثلاث انواع من انواع الرياح: الرياح التجاريه الرياح التجاريه اللي بيسموها الشرقيات، والرياح العكسيه اللي بيسموها الغربيه او الغربيات، والرياح القطبيه. الرياح النوع الثاني من الرياح اللي هو الرياح الموسميه، وتشمل الرياح المحليه اللي هي من اهمها رياح بتنشا نتيجه تنوع الاشكال التضاريسيه ومواقع اليابس والميه، ودي بتشمل نسيم البحر ونسيم البر ونسيم الجبل ونسيم الوادي. نسيم البحر هو اللي بينشأ نتيجة لمرور التيارات الهوائية، أو تيار هوائي بيمر على سطح البحر بيسمى نسيم البحر، بياخد كده تيار هوائي بيمر على سطح البحر بيتشبع ببخار الماء وبيجي على اليابس، بتبتدي الحرارة تنخفض على المسطحات المائية، وابتدي تروح تلطف المناطق اليابسة، وبتبتدي تكتسب درجة الحرارة، لأن هي بتفرغ رطوبة المياه، بتفرغ الانخفاض في درجات الحرارة بتاعتها، وتكتسب درجة الحرارة بتاعتها من اليابس، وبتلطف درجة الحرارة، وسرعان ما تتحول الرياح دي من رياح رطبة إلى رياح جافة، وترتفع درجة حرارتها وترجع تاني إلى البحر عشان تكتسب انخفاض في درجات حرارتها نتيجة لتشبعها بالرطوبة، وترجع تاني اليابس، وهكذا تكون دورة الرياح على سطح البحر والسطح اليابس فيما يعرف بنسيم البحر. نسيم الوادي هو عبارة عن إن الوادي ده بيبقى نتيجة لبعده أو انكسار ظل الرياح اللي ظل الشمس عليه، بيكتسب انخفاض في درجات الحرارة، وسرعان ما تبدأ الكتل دي في الارتفاع نتيجة لزيادة كثافة الرياح، تبتدي ترتفع حتى تكتسب درجة الحرارة من أشعة الشمس وتنخفض، ويؤدي ذلك إلى وجود ضغط منخفض، ومرة أخرى تبتدي تنزل فيما يسمى بنسيم الوادي. يبقى احنا عندنا نسيم البحر، وعندنا نسيم البر، وعندنا نسيم الجبل ونسيم الوادي، دي مجموعة من أنواع الرياح المحلية.
الرياح التجارية زي ما اتكلمنا عليها، والرياح العكسية الغربية دي مجموعة من الرياح وليها تفسيراتها. وعند الرياح القطبية اللي تتميز وبتهب منطقتي الضغط المرتفع حول القطبين نحو مناطق الضغط المنخفض عند الدائرتين القطبيتين الشمالية والجنوبية. في رياح الموسمية زي ما قلنا عليها، هي مجموعة من الرياح اللي بتنشأ بتختلف من موسم إلى موسم، وخاصة الرياح الخمسين في مصر. الرياح المحلية اتكلمنا عن نسيم البحر والبر، ونسيم نسيم البحر ونسيم البحر ونسيم الوادي، وعرفنا ان دي مجموعة او الآلية اللي بيتشكل فيها نسيم البحر واللي بيتشكل فيها نسيم البر. اتكلمنا عن نسيم الجبل ونسيم الوادي. نسيم الوادي هو عبارة بتحدث هذه العملية أثناء النهار، خلال ساعات النهار بترتفع درجة حرارة بطول الأودية المنخفضة مقارنة بدرجة حرارة الهواء على القمة الجبلية المرتفعة. ده بيؤدي إلى انخفاض وزن الهواء الموجود أو زيادة كثافة الهواء، فبتدي يرجع يطلع إلى أعلى، وابتدي ما يعرف بنسيم الوادي، وأيضا ما يقابله بنسيم الجبل. الرياح المحلية الحارة، وهي مجموعة هي عبارة عن رياح بتهب نحو مقدمات منخفضات الجوية، وتنشأ هذه الرياح المحلية الحارة نتيجة لاختلاف نظام الضغط الجوي المحلي ومرور الانخفاضات الجوية بمناطق نشأتها. طبعا تسبب هذه الرياح مشاكل كبيرة زي رياح الخمسين الموجودة في مصر. احنا اتكلمنا عن الرياح الخمسين اللي بتهب الى مصر في فصل الربيع، وقلنا قبل كده ان الرياح دي ليها دور كبير في الاصابة بالامراض زي امراض الرمض بالنسبة للعيون، لانها بتبقى محملة بكميات كبيرة من ال تحمل كميات كبيرة من الرمال والاتربة، وليها بصراحة دور كبير في الاضرار حتى بالمحاصيل الزراعية والفاكهة زي العنب والتفاح والخوخ والبرقوق والمشمش، وكتير من المحاصيل الفاكهة وحتى المحاصيل الزراعية اللي بتأثر عليها، وأيضا لها تأثير كبير قلنا على صحة الإنسان. الرياح طبعا في مصر اسمها رياح الخمسين، ورياح رياح في الأردن وفلسطين اسمها رياح السموم، ورياح في الجزائر والمغرب اسمها رياح السيروك، والهرمتان في الصحراء الكبرى. يعني ليها أكثر من مسمى من المسميات اللي احنا بنتكلم عليها في أماكن مختلفة من أماكن العالم. علشان كده قلنا إن النهاردة اتناولنا محاضرة مهمة جدا جدا جدا، وهي نتكلم فيها عن الضغط الجوي والرياح، وعرفنا ايه هو الضغط الجوي، وعرفنا ايه هو مصطلح الرياح، وعرفنا اهم العوامل المؤثرة في الضغط الجوي اللي لها تأثير كبير جدا جدا، واللي اهمها ها برافو عليكم اللي هو درجة الحرارة، عنصر مهم جدا جدا. وعرفنا ان في علاقة عكسية كبيرة جدا ما بين درجات الحرارة وما بين الضغط الجوي، وعرفنا ان ارتفاع درجات الحرارة بيقابله انخفاض في الضغط الجوي، وانخفاض درجات الحرارة بيقابله ما يعرف بالضغط الجوي المرتفع، وعرفنا الآلية والديناميكية اللي بتأثر في الموضوع ده، وعرفنا ان ارتفاع درجات الحرارة بيؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الهواء المحيط بسطح الكرة الأرضية، وبالتالي بيخف وزنه، وبالتالي بيصعد إلى طبقات الجو العليا مشكلا ما يعرف بالضغط الجوي المنخفض، واللي بيبقى بيئة مناسبة جدا وبيئة ملائمة جدا لجذب كمية كبيرة من الرياح، تلك الرياح اللي بتكون محملة بكميات كبيرة من أو التي تدفع كمية كبيرة من السحب، والتي تكون محملة بالأمطار، والتي تسقط الأمطار في أماكن الضغط المنخفض. علشان كده عرفنا إن كل مكان ضغط منخفض في أماكن معينة بترتبط ارتباط كبير بسقوط الأمطار، يبقى أماكن الضغط المنخفضة بترتبط ارتباط كبير بسقوط الأمطار، بينما أماكن الضغط المرتفعة بيبقى سقوط الأمطار فيها ضعيف جدا. وعرفنا ان الضغط المرتفع بيبقى ناشئ نتيجة لانخفاض درجات الحرارة اللي بناء عليها بيثقل وزن الهواء، ويبتدي يصعد الى درجات الجو العليا مشكلا ما يعرف
بالضغط الجوي المرتفع والذي يعمل على طرد الرياح منه. وعرفنا ان الضغط المرتفع هو بيئة طاردة للرياح، بينما الضغط الجوي المنخفض هو بيئة مناسبة جدا لجذب الرياح. واتكلمنا عن الرياح النهاردة وعرفنا ايه اهم الاجهزة اللي بتقيس الرياح، وايه اهم الاجهزة اللي بتقيس سرعة الرياح، وايه اهم الاجهزة اللي بتقيس اتجاهات الرياح، وعرفنا ايه اهم الاسباب المؤدية الى اختلاف الرياح من مكان الى مكان والمسميات المختلفة، سواء الرياح الخمسين او رياح السموم على حسب المنطقة والمكان اللي بتشكل فيه. واتكلمنا على اكتر من سؤال من الاسئلة اللي ممكن نوردها في محاضرة النهاردة، سواء الاسئلة صح او خطأ او الاجابة او الاسئلة اللي هي اختار من متعدد. والنهاردة بنختم المحاضرة بتاعتنا بمجموعة من الاسئلة اللي ممكن نجاوب عليها في البيت كاز هوم ورك، يعني كاسئلة منزلية. السؤال الاول: اذكر ما تعرفه عن الضغط الجوي. السؤال الثاني: اشرح بالرسم العوامل التي تؤثر على الضغط الجوي. السؤال الثالث: بين بالخرائط النطاقات الرئيسية للضغط الجوي في العالم. والسؤال الأخير واللي هو السؤال الرابع: تناول بالشرح مبينا بالرسم النقاط التالية: الحركة الرأسية للهواء، والحركة الأفقية للهواء، وأنواع الرياح في العالم. وبكده نكون نهينا محاضرتنا. أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتوا. شكرا لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.